تفجير بس اليوم تشهد الموصل تفجير يعني مراقد الأنبياء وقبورهم ومساجدهم، هل هذا من الإسلام بشيء يعني؟ يا ابني قلت لك والله يهودي، خلي اسمعني هالكلب ابن الكلب، والله أبو العظيم بكر عميل يهودي هو الخليفة، نفسه. يقول له علي شو اسمه هذا الشلف اسمه؟ أبو بكر البغدادي. هو هذا ابو بكر، هذا شو اسمه، هذا القتل سيدنا الحسين شو اسمه؟ ها؟ شمر، شمر، هذا الشمر، وحتى الشمر اشرف منه بعد، هذا شنو؟ هذا بعد عميل يهودي لا اكثر ولا اقل. والله داعش وماعش والنصرة، وحتى محمد عبد الوهاب ابو الوهابيه كلهم صناعه يهوديه بالمية مية، وخلي يقتلوني اذا شوف. وانا مسؤول عن هذا الكلام امام رب العالمين، اذا كان مو صحيح الله يحطني بجهنم، لانه ده يكون على علماء واصحاب دين. والله حركه يهوديه ما يعني مرتبه ترتيبا لتمزيق الامه، وقد مزقته هذا التمزيق الاولي، بعد تمزيق اكثر.